حققت شركة البوتاس العربية خلال العام 2019 إنجازات كرست مكانتها الرائدة باعتبارها واحدة من كبرى شركات التعدين على مستوى العالم، وتؤكد النتائج المالية الإيجابية للشركة وأدائها المتميز على مدار الأعوام الماضية نجاح أعمالها، الأمر الذي عزز من قناعات باتت راسخة بأن شركة البوتاس العربية اليوم باتت دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني ونموذجا مثاليا للتعاون العربي والدولي قل أن نرى مثيله في يومنا هذا. ومن التطورات الإيجابية التي شهدتها شركة البوتاس العربية خلال العام 2019 تغير الإدارة التنفيذية، حيث انضم الدكتور معن نسور كرئيس تنفيذي للشركة، إذ يعد الدكتور نسور من أصحاب الكفاءات العالية التي يشار إليها بالبنان وذو رؤية تنسجم مع أهداف مجلس الإدارة. وبالحديث عن أداء الشركة خلال العام 2019، أبقت شركة البوتاس العربية مسألة السلامة العامة على رأس سلم أولوياتها، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة العامة في الشركة، حيث انعكست هذه الثقافة على أرض الواقع، إذ تمكنت الشركة من تحقيق 1,000,000 ساعة عمل دون إصابات، منتهية بأيام عمل ضائعة مع نهاية العام 2019. وعلى صعيد ربحية الشركة، انعكست جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة إيجاباً على أرباحها، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نمو في صافي أرباحها بلغ 21% عن العام السابق 2018، وجاء ذلك بالرغم من انخفاض مستوى أسعار مادة البوتاس عالمياً، والتي تأثرت سلباً بضعف الطلب العالمي وزيادة الإنتاج من مادة البوتاس نتيجة لعوامل متعددة. أما على صعيد عمليات الإنتاج والتسويق والمبيعات، حققت شركة البوتاس العربية في عام 2019 رقماً قياسياً في مجال الإنتاج تجاوز الرقم القياسي المحقق في العام الذي سبقه، حيث تم إنتاج 2,486,000 طن من مادة البوتاس، وهي تمثل أعلى كميات إنتاج في تاريخ الشركة. وأنتجت الشركة خلال عام 2019 البوتاس الحبيبي الأحمر بجودة عالية، تصنف ضمن الأفضل على مستوى العالم وخلال وقت قياسي. وكان لهذا القرار بعد استراتيجي، حيث استطاعت الشركة من الوصول لأسواق جديدة. فعلى سبيل المثال، تمكنت الشركة من تسويق منتجها من سماد البوتاس الحبيبي الأحمر في السوق البرازيلي، الذي يعد من ضمن أكبر 3 أسواق للبوتاس على مستوى العالم. وبلغ حجم مبيعات شركة البوتاس العربية في عام 2019 ما يعادل 2,408,000 طن، مقارنة مع 2,440,000 طن من المبيعات في العام 2018. وكان انعكاس زيادة كميات الإنتاج والمبيعات ملحوظاً على أرباح الشركة الصافية، التي وصلت بعد الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين إلى 151.7 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 21% عن العام السابق 2018. ومن الجدير بالذكر أن النمو في الأرباح تأتى بشكل رئيسي من النمو في الربح التشغيلي لعمليات إنتاج وتسويق البوتاس، التي وصلت إلى حوالي 139 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 78% عن عام 2018. على صعيد آخر، لعبت شركة البوتاس العربية كعادتها دوماً دوراً ملحوظاً في دعم الاقتصاد الأردني ورفض خزينة المملكة بالموارد المالية، إذ بلغ مجموع مدفوعاتها المباشرة حوالي 113 مليون دينار عن العام 2019. وفي ظل هذه المتغيرات التي تحيط بالشركة، صادق مجلس إدارة الشركة على الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة التنفيذية، والتي تمثل خارطة الطريق التي تحدد توجهاتها المستقبلية. تهدف هذه الخطة إلى المحافظة على أداء الشركة المتميز ومواصلة تحقيق أرقام نمو عالية عبر تعزيز الميزة التنافسية لشركة البوتاس العربية على المستوى العالمي.
وما زالت شركة البوتاس العربية تسعى لاستغلال مواردها بشكل أمثل، تعكسه خطط الشركة التوسعية لإنتاج مادة البوتاس من خلال التوسع في إنتاج مادة البوتاس في المنطقة الشمالية مشروع سد 19 ورفع الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 140 ألف طن سنوي وبكلفة تبلغ 130 مليون دينار. كما تدرس الشركة إمكانية التوسع بالإنتاج في منطقة اللسان شمال أراضي امتياز الشركة والتوسع في المناطق الجنوبية منطقة فيفا الواقعة ضمن امتياز البوتاس. هذا ونفذت شركة البوتاس العربية خطة لخفض كلف الإنتاج، إذ تمكنت من تخفيض كلف الطاقة بما يعادل 50 مليون دينار في عام 2019. أما على صعيد توفير المياه للعملية التصنيعية، فقد لمست الشركة أثراً مالياً إيجابياً بعد تمويلها إنشاء سد وادي بن حماد بمبلغ 51.5 مليون دينار، والذي تشيده سلطة وادي الأردن. وضمن برامج الشركة لضمان استمرارية الإنتاج الكفؤ، قامت الإدارة التنفيذية بوضع خطة لتدعيم السدود المحيطة بالملاحات ورفع كفاءتها، وبالتالي ضبط كلف الإنتاج. كما تعمل الشركة على إنشاء محطة ضخ جديدة من المتوقع أن تبلغ كلفتها حوالي 164 مليون دينار للمحافظة على قدرة ضخ مياه البحر الميت إلى الملاحات. ولا زالت الشركة مستمرة في العمل على رفع قدراتها في حفر التكتلات الملحية المتشكلة في البرك والملاحات التابعة لها لزيادة مساحات التبخر، وبالتالي رفع القدرة الإنتاجية للملاحات. وعلى صعيد الموارد البشرية، تولي شركة البوتاس العربية موظفيها والعاملين فيها اهتماماً كبيراً، فهم اللبنة الأولى لسلسلة النجاحات التي حققتها الشركة منذ إنشائها. استمرت البوتاس بتقديم الدعم للمجتمعات المحلية لتطوير ورفع كفاءة الشباب الأردني من خلال العديد من البرامج التدريبية. كما تقدم الشركة سنوياً 83 منحة دراسية جامعية لأبناء العاملين فيها ومتقاعديها وأبناء المجتمع المحلي في الغور الجنوبي، وبكلفة تصل إلى مليون دينار سنوياً، توزع بناءً على أسس يراعى فيها أقصى درجات العدالة والشفافية. أما فيما يتعلق ببرامج المسؤولية المجتمعية، فقد استمرت شركة البوتاس العربية بدورها الريادي في دعم مختلف المجتمعات المحلية، إذ قدمت خلال عام 2019 الدعم للمجتمعات المحلية، سواء من خلال الدعم النقدي أو توفير المنشآت واللوازم العامة بمقدار 11.3 مليون دينار. وجرى تخصيص مبالغ مالية لمشاريع في عدد من القطاعات، أبرزها مشاريع في القطاع الصحي كإنشاء مراكز للاحتياجات الخاصة في محافظات المفرق وجرش وعجلون والأغوار، إضافة لتقديم الدعم في مجالات التعليم والشؤون الاجتماعية والرياضية وغيرها. وفيما يتعلق بأداء الشركات التابعة والحليفة والتي تهدف لتعظيم القيمة المضافة للصناعات المشتقة، تأثرت أرباح شركة البوتاس العربية إيجاباً بعمليات هذه الشركات، إذ ارتفعت حصتها من أرباح الشركات الحليفة، ومن أهمها شركة برومين الأردن، بنسبة 50% في العام 2019 مقارنة مع العام السابق، لتصل إلى حوالي 52 مليون دينار. كما ساهمت الأرباح التي حققتها شركة كيمابكو المملوكة بالكامل لشركة البوتاس العربية والتي تنتج مادة نترات البوتاسيوم 14.2 مليون دينار في زيادة ربحية شركة البوتاس العربية. وعلى ذات الصعيد، يتم التركيز حالياً على التوسع في الصناعات المشتقة، وذلك من خلال دراسة لإنشاء مجمع كيميائي لإنتاج مادة الكلورين والصودا الكاوية ومجمع أسمدة متخصصة. وعلى صعيد العمليات اللوجستية، بدأت البوتاس العربية باستخدام الميناء الصناعي الجديد والذي تمتلك الشركة فيه حصة نسبتها 50% من خلال شركة الموانئ الصناعية الأردنية، وسيسهم هذا الميناء في زيادة سعة المناولة على رصيف التصدير في العقبة والعمل على تجنب حالات التأخير واصطفاف البواخر لأوقات طويلة وما يترتب عليه من نفقات إضافية على الشركة. البوتاس العربية، شركاء في الأمن الغذائي.